دعنا نقول بأنه ينبغي ألا نستبق الأحداث، لأن كل ما يحدث اليوم هو مرتبط بما يتطور فيه الوضع الصحي في البلاد، الذي نسأل الله تعالى السلامة فيه لكل المواطنين والرحمة للذين توفوا. وبالتالي نحن لم نصدر أي قرار لا بالفتح في هذه الفترة التي كانت سبقها الغلق، ولن نتحدث عنه حتى تسهر الأيام المقبلة عن معطيات جديدة. وعلى كل حال وزارتنا متهيئة مستعدة بكل احتمالات، وهذا أمر يعني من دون شك هو المسؤولية الشرعية التي ألقاها علينا ديننا، وكذلك المسؤولية الوطنية التي ننخرط فيها ضمن هذه المنظومة الوقائية في بلادنا من تفشي فيروس كورونا عافانا الله تعالى منه جميعا.